من البارح مثلا مش ريحتها، كملت خدمة في الجريدة، خرجت من بعد غبرت بح سكت. سكر نزيدوا 24 ساعة ما دورتش اتحركوا. بشفاء أميرة، مش قولك أنت عاونا؟ نعرف لي ما عندك حتى دخل. غلط، مادامي قبلت نخدم على جماعة معناها عندي دخل. معناها تحب تقنعني لقي راحتك؟ خبزة. ليه عاد خبزة مسخة هذي؟ آه الخبزة نظيفة ولا تنفخ وتقتل. أبو فهمتك، وكي تتشد وتعدي عمرك في الحبس. نقول الحمد لله عديت ايامات متفتقة عادي، جات توا ايامات تمرميد نعديهم ونرجع نعيش لاباس خير من نعدي حياتي الكل مرمدة وانا مش في الحبس. معناها زايدة ماكش ناوي تعاوننا؟ لا، الحاجة الوحيدة اللي نجم نعاونك فيها كان سايبني التو نخرج يسألوني يقولوا لي وين كنت، قل لهم صباح طريقتك. ملا هك ما زلت قاعدة بحدنا في شفاء. زوز جاجوات طماطم. عليه شنو اللي عليه؟ حلي ما يكتب. ثلاثة جاجوات فلفل. عدنا الفلفل. لا حلو. ليلى زينب حكة هريسة صغيرة. شنية؟ بلا ياخذ حكة هريسة صغيرة. ثلاثة صنادق بنان. اكتب. زينب. وي. أخي مش اليوم العرس؟ اليوم إيه. مش قالوا باش يعملوا هوني ولا بدو راي؟ لا لا هوني في دارنا كالعادة. شنو وين يعملوا؟ باش يعملوا بيتيت ريسبسيون بوفي هاو. عاش. تو هذه سما عرس بربي. ما وريق تاع قرة هاو كلمة صغيرة واحد يخطب كلمتين ومن بعد يلبس الخاتم. قرة. والله خير من الجوج ما. خاطر كل شيء يطيح في راسي أنا مش أنتوما. تو تسمى عرس كي ما بداش طبال يضرب وذبايح وكسكسي وصغار تجري بالقازوز. يا لله يا لله شه شه. تو نعملوا لك في عرسك شيء ذي. ربي يخليك أختي زينب. وأنتي مش تحضر ولا لا؟ مش عندي ما نعمل. هاو كل واحد يوري وشه ما يخطب الخاطر. ربي حنن القلوب على بعضها. اكتب اكتب. ماني نكتب. رابخة تبارك الله. شنو اللي رابخة؟ الجريدة. شبع بيو. عاد ان شاء الله ديما هكا. هكا واكثر، واللي ما يجيش وحده نجيبوه بالسيف. حتى الكونتوني ما عندك فيما تقول. زعما يظهر لي على خاطر النسخ اللي خرجوا فيهم الكل ما يرجعوش. النسخ مادام النسخ هذوك نشيلوا فيهم احنا باش المواطن كيبقى نهارين ما يلقاش الجريده يجي يروج عليها وحده. وانتوما شنو مربوحكم كي تشيلوا النسخ الكل؟ لوده صغيره تجيب حوته كبيره. نخسر شويه اما نربحوا برشا برستيج. معقول حقا مدام بربي باش نسألك لو أنه المسألة ذي انترنو تعرفي ما ندخلش المسألة ذي. ثم مدام تخدم هنا اسمها أميرة طردتها؟ ليه ما طردتهاش؟ تيان مسيسة هي تنظف البيرو وتجيب لي القهوة. سي فغي اليوم ما ريتهاش. إن شاء الله المانع خير. علاش؟ لا راجلها قال لي عندها نهارين ما عادش تحب تمشي تخدم
قلت انا بالك المراه تنرفزت ولا طردتوها ولا لا 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 ما صار شيء، وكانت حب ترجع تخدم. مرحبا. ميرسي. ياخو بخاطرك. عسلامة زينب. أهلا بيك إبراهيم. لاباس لاباس. يظهر لي حصاني جراية. شنو هالحوسة كل هذي؟ أنا عرس بنت عدنان الزوز، هاوكا قلنا حوسة واحدة. لازم جابي الاستدعاء المكتبة ولقاها مسكرة. يمكن ما نعرفش، فصان هو راه مصدع حتى حد، أما قال لي جي مرحبا بيه. علاه الزربة هذي كل؟ يا خويا عندي فيه بنات ويا عم بيهم اللي يحب عليه، شنو مدخلني أنا؟ ربي هني. على كل حال أنا جيت اليسري وسام نسأل عليهم، موجودين؟ ليه ما ريتهمش؟ وسام ما متعاركة وبوه توا عنده ليلتين ولا ثلاثة ولا نسيت. هاي مالا خلينا بشي. اقعد برك. دي العرس في الليل، توا نرجع. لا في العشية ولينا كل قرة. هيا اقعد. هاي خلينا اقعد. هاي هو كي نخرجوا من الصندر طول خير. هاي ذهل يحسنك كي كان. سامحوني، ما يسالش امي وهلا يمشيوا معاكم؟ ما نحبش نخليهم وحدهم. بيان سور يوسف، يخي بجدك تعرفينا. ميرسي، خليني نمشي نقول لهم يحضروا. ولا خايف عليهم مسكين. ريتا، زعما تتصور عمتي تعطي فلوس بابا باش يعاونوا؟ ضحكتني يا اروى. يا بنتي عمتك هذيك كي تعطي فرانك تقوش عليها نحطهم الحامه. هو بصراحه لو لازم نحكي معاها بعد العرس مش حل هكا، كل واحد ياخو سبار. تيانا كانك عليا نهجة لفرنسا، خليهم لها الفلوس تفرشهم تتغطى بيها. أنا مش على حاجة رأو، حبيت نعاون نيازي بش عاودي حل جنس وفياج متاعو. نحبش بعد العرس يقعد يخدم عبو في الأوتيل. فهمتك. هيا هاو حاضر نجم نمشيو. هاي هاي. مالا سيربريز؟ انتي ما بال سيربريز. شتك كي تشوفينا. هيا قعد ارتاح. سامحني كيفاش دخلت انتي؟ خي ناس اللي عندي دوب نتاع الدار، دار ماما راهي زادة. انتي بربي مشاكل بوكي نسيو ما نسيو. انتي ما مشاكل مشاكل، احكي لي شفما. باش نحكي لك. ايش تحس في روحك؟ خير شوية؟ اي الحمد لله. كنت ماشي العرس؟ بطلت. سامحني عطلتك، كانت حاب تمشي ميسالش. انا بدي ما عينيش، اما حبيت ناخذ بخاطر رامي وكها. قل لي يا اخي علاه جيت؟ رامي هو اللي قال لي كان بوه طردني نجم شكلي كنت تعاوني شويه. هكاك مرتضى ما عنده حتى صاحب. اما تتا نجم نطلب منك حاجه؟ تفضل. امشي للعرس، متخليش رامي وحده. هيا وينكم في ساعة؟ رانا باش نهزوا العدول معانا. شوية عايش ولدي بشوية. هاتيني فلوس فوق مني. فلوس لوين؟ المهر نتاع العروسة. هاي تفضل. دينار. خي انا قلت لك نحب ناخذ كابا يغرد ابوار. يمانا قداش تحب؟ ريش 50,000.
فاش خاب 50,000 توا القانون قال لك دينار وانت تحب تخالف القانون من النهار الاول وهاك محقور ليه ليه عايش ولدي هذيك تو نصرفوه ب 600 فرنك تو تشوف بلي عندك برشا فلوس بيان سيت بو بيان شد شد داري 50 اخرجوا قدامي فهمت بيان سيت بو بيان اخرجوا اي سي عصام وحدو شبيك بعيد عليه احنا بعاد من ذاك العام مش من توا سافا وي سافا قولي كميلة جايه ما نعرفش خيره وناقصنا كان هي ونجوى لي نجوى ما هي جايه عندها برشا خدم ربي يعينها ان شاء الله ديما تخدم ربي يعين الناس الكل مرحبا بيك فضلك سامحوني عندي كلمة نحب نقولها أحلى حاجة للبو هي فرحته بأولاده ولا اليوم نحس روحي أسعد بو في العالم عندي زوز نوارات عزم كسبت اليوم فرحتهم وفرحتي بيهم فاتن وأروى نعرف اللي أنا كنت بعيد عليكم السنين اللي فاتوا أما عمري ما نسيتكم بالعكس vous avez toujours été ma source d'inspiration dans toutes les œuvres اللي عملتهم أروى أنت ديما مساندتني وواقفة معايا أما ساعات في السكيت متاعك نحس فما شوية لوم أما أنت فاتن عكس أختك تتكلم ديما وتخليهاش في قلبك دي أخت فكرني ياسر في روحي وأنا صغير كنت كلمتي ما نشدهاش زادة ما حليكم بناتي نحبكم برشا برشا مرتضى ما نحبش مشاكل فضل اخرج فاش قام مشاكل عرس ولدي جبت كادو للعروسه نمدهولها ونخرج يعطيك صح احسب وصل الكادو فضل اخرج لا جنسيست نمدلها الكادو ونخرج كما قلت لك احنا نسابر
ربي يهنيكم ولد. بونسواري. تحيا العباد وتبقى حرام.